شيفر سانتي. في شيفر سانتي كالعادة نستقبل العام بلغة الأرقام وقدموا لكم آخر الدراسات الطبية والعلمية، وين قام المعهد الوطني للصحة بالتعاون مع الجمعية التونسية لطب الإدمان بإعداد دراسة ميدانية حكينا عليها الجمعة اللي فاتت، وحابين نقدموا لكم أكثر التفاصيل. شملت 6300 تلميذ وتلميذة تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة. الدراسة هذه ثالثة تم إعداد الأولى سنة 2013 ودراسة ثانية سنة 2017، أي بمعدل كل 4 سنوات، وكانت شملت هذه حول إدمان على التدخين والسجائر الإلكترونية والشيشة. أكدت لنا أنهم فما إدمان بنسب متفاوتة لكنها متطورة، ذلك على الإدمان على الشيشة وين بلغ 20%، والتدخين العادي في حدود 24.5%، والسيجارة الإلكترونية 25.2%. وكشفت الدراسة عن بروز ظاهرة إدمان البنات وتطوره بجميع أنواعه لتبلغ ثلث الذكور. كانت هذه شيفر سانتي بالنسبة لليوم.